زيت وهذا الشحام نو بصلة من يحمس راح نضيف اللحم طيب بعد ما نقرب اللحم وصار بهاي الطريقه راح نضيف المي المغلي هذا عندي مي مغلي على مود اللحم ما يصير قوي بال وما يتاخر بالاستواء والملح من يخلص اللحم ويستوي يلا نضيف الملح هذا أحلى تشريب عراقي أصيل إلى أرقى أعضاء تحياتي لكم اتردوا كله وبعدين نقسمه بالصيانة اتردوا كل الخبز اللي موجود هو أسر أحمد مليل كيف صيانة اتردوهم كلهم ايوه أنا على التصوير طبعا أرفع والله على كيفك على كيفك على كيفك على بسم الله الرحمن الرحيم هذا احلى كلمه بذل العراقي لا اقع واقف طبق راسي تحياتي للجميع طبعاً. هذا احلى لحم هبيط عراقي الى ارقى اعضاء جروب طبق عراقي اصيل هاي احلى طبشانه الى ارقى اعضاء جروب طبق عراقي اصيل وان شاء الله تعجبكم